فرحت ساكنة وليفران بهذا الإنجاز المهم اللي قام به المنتخب الوطني بانتصار جديد مستحق. نتمنى إن شاء الله مسيرة موفقة للفريق، وهذا انتصار في منطقة وادي فران عمالة فران ساكنة كلها خارجة الحمد لله والنعمة ديال الله سبحانه وتعالى. وهذا الانتصار غادي يبقى تاريخي، غادي يبقى تاريخي للأجيال القادمة إن شاء الله. هذا نداء للجميع بأن كرة القدم لعبة شعبية فيها الرابح والخاسر، لكن الحمد لله إن شاء الله انتصر الفريق الوطني بضربات الترجيح التي أعطت كل الحظوظ للفريق الوطني الحمد لله. مبروك علينا، مبروك علينا جميعا، كل شوسيرة وفاق إن شاء الله. أرى لا لا كنتابعوا هذا البت، كنت ما شاء الله ازدهار الدولة ديالنا، لأن فيها أناس الحمد لله كيموتوا على الوطن ديالهم وعندهم غيرة على الوطن ديالهم، وراء المغرب كامل راه مشتاكل بعد الحمد لله. ربما ما تبقاش حتى شي منطقة، هذه قرية صغيرة الحمد لله وناس الحمد لله ساكنة سوق الحاد بالسيارات، الجميع هنا ينادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله هذا انتصار تحت تشجيع من الدول العربية، والمغرب راه هو اللي يمثل الدول العربية جميعا، وهذه بادرة خير. وكنتمنى ان شاء الله انتصار كذلك اللي غادي ينتظر في المباراه المقبله ان شاء الله. هذا هو اللي كنتمنى ان شاء الله الناس عيالات رجال دراري كل شيء خارج لبرا، ما تبقى شي واحد اللي ما خرجش برا. الحمد لله هذه فرصه لا تعوض، ولكن الحمد لله المغرب دار واحد الانجاز غير منتظر، ما كناش كننتظروا، ولكن كان عندنا طموح، الطموح يا كلشي، فاش كيكون الطموح راه كاين كلشي. خليكم مع هاد الاعراض ديال الفتيات والشباب وحتى الشياب، كاينين حتى الشياب، كاينين الاطفال، كاين النساء، الحمد لله كلشي فرحان، وراه المغرب كامل راه من طنجة للقويرة والقرقارات كلشي مشتافل بهذا كيقول لي بهذا انجاز عظيم، انجاز اللي يستحق هاد الخرجات هادو. كنتمناو ما يكونش هاد الخرجه تكون في صالح ديال المغاربه، لان ما يكونش شي حاجه اللي غادي تخلي لنا مشكل ما بين هذا وهذا. الكل غادي يدير الحيطه والحذر وطريقة تلمية. جماعة وادي فران قايمة بالواجب ديالها نحو الوطن، وهذا إنجاز اللي غادي يبقى عبر التاريخ. حنا كنسمعو شباب وشابات أطفال ما شاء الله كل ينادي بالوطن، وحنا كان شعارنا الله الوطن الملك، وهذا انجاز. السيارات التي تمر حتى هي تنادي وتحتفل بهذا الحدث العظيم. هذه هي منطقة وادي فران، هذه هي منطقة وادي فران الجميلة
القرية صامتة، ولكن في هذه اللحظة هناك أهالي وهناك احتفالات على الصعيد وادي فران، وهناك أناس قادمون من النواحي كأمغاس وزاوية فران، وكذلك هذه المناطق فليبة والمناطق القريبة. كنتمنى إن شاء الله تكونوا معنا، تابعوا هذا الفيديو هذا إلى الآخر، وحنا كنحتفلوا بهذا الإنجاز هذا العظيم ما شاء الله. هذا إنجاز عظيم في حد ذاته ورفع العالم، وهذا إنجاز. وكنتمنى لكم إن شاء الله مسيرة موفقة إن شاء الله في الجولة الربع إن شاء الله، انتصروا كذلك على ألمانيا ولا على البرتغال أو اللي داز غادي نقابلو إن شاء الله، وغادي نقابلو بجدية بالخطة اللي قام بها السيد المدرب، خطة في المستوى وكانت عطات الأكل ديالها. منتصر الفريق الوطني بضربات الترجيح، الحمد لله. قتال هذا حرب، هذه حرب كروية. تخيل أن اللاعبين أصبحوا أنهم بحال حميد السلاح، بكل الجهد وبكل الأساليب وبالقتالية انتصر. وكنتمنى له إن شاء الله مسيرة موفقة مع السيد المدرب اللي في المستوى، فإن شاء الله نلقاكم في فيديو آخر، وإلى اللقاء.